السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو عدد المحافظات التي تعلن تعطيل الدوام الرسمي اليوم غدا السبت 9/4، وهي 10 محافظات. قبل لحظات كانت 9 محافظات، لكن هسه انضافت محافظة اللي هي محافظة الديوانية. هسه المحافظات التي تعلن تعطيل الدوام باكر هي 10 محافظات: المثنى والنجف وكربلاء وواسط وميسان وأربيل ودهوك والسليمانية والديوانية وذي قار. هذني عندهم باكر عطلة، لكن بقن 8 محافظات عندهم دوام باكر، هي نينوى والبصرة وبغداد وبابل وصلاح الدين وكركوك والأنبار وديالة. هذني 7 محافظات عندهم 8 محافظات، مو 7، 8 محافظات عندهم باكر دوام، والـ10 محافظات اللي فوق عندهم عطلة.